من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. ما أروع الشهادة، وما أعطر عبيرها، وأزكى نسائمها، تستنشق فيها عزة وفخرا وعلوا وكرامة وسؤددا. وما أروع أمهات الشهداء الصابرات الثابتات المتأسيات بسيدتهن وسيدتنا زينب عليها السلام، وهن يقرعن الطاغية الذي حاول أن يشمت بهن فيطلقنها صرخة قوية مزلزلة ما رأينا إلا جميلة. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا صرخة أبية قوية. لقد بلينا وابتلينا وامتحنا ونختبر في البحرين بهذه الطغمة الخليفية الفاسدة. هذا الاختبار وهذا الامتحان هو تمحيص وابتلاء لنا لكي نكون إما شعب ذليل حقير ليس له تاريخ، ليس له مجد، ليس له رفعة، ليس له سمو، أو أن يكون شعبا عزيزا يصنع مجدا وتاريخا مميزا بين الشعوب. ونحن نعتقد بأننا بهذا العطاء وبهذه الدماء وبهذه الصلابة والشموخ الذي اتسمت به أمهات الشهداء نحن نذهب إلى المجد ولا نتصاغر، نحن نذهب إلى العلو ولا نذهب إلى الدنو. فيا أمهات الشهداء ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هناك اختبار وامتحان وتمحيص إلى هذا الشعب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. البلاء مهم، الامتحان مهم، كل الشعوب الذين صنعوا المجد وتميزوا بين الأمم ابتليوا في بداية طريق المجد، ابتليوا بحكام أو ابتليوا باحتلالات متعددة حتى صنعوا ووصلوا إلى المجد والرقي. المجد والرقي يحتاج إلى التضحية ويحتاج أن يختبر ويمتحن الواصل إلى المجد. إسقاط الجنسية عن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هو تمحيص للشعب وتمحيص للسياسيين وتمحيص للمعارضة. من يصدق ومن يقف ومن يتراجع ومن ينزوي ومن يتوارى ومن يتصدى ومن يبرز ومن يتقدم؟ هدم المساجد في البحرين اختبار لكل شعب البحرين. دخول الاحتلال إلى البحرين هو اختبار إلى كل شعب البحرين. وليمحص هنا هذا الابتلاء إلى كل السياسيين. حتى الإمام علي يقول في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال، لأن الرجل الذي يبرز ويتحدث لا يعرف إلا حين وقت الشدة ووقت المحنة. فهناك عدد من الاختبارات والامتحانات والابتلاءات المفروضة على شعب البحرين، والتي هي مفروضة أيضا على المتصدين في الشأن العام وعلى السياسيين في أن يكونوا صادقين أو أن يكونوا تحت المساءلة. هذا
هذا الاختبار يعني كما قلنا مر على الشعوب كلها، وخاصة نحن الشعب الذي يعني يعتنق الفكر الإسلامي ويعتنق الخط الإسلامي، يؤمن بهذا الشيء، يعتقد بهذا الشيء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هناك امتحانات واختبارات. هذه الامتحانات، هذه الآيات تسلينا وتطيب خواطرنا وتثبت أفئدتنا، وفي ذات الوقت تجعلنا نتساءل هل نحن كيف ننجح في هذا الاختبار، وكيف نكون أوفياء للشهداء، وكيف نسير على درب الشوكة ونعبد الطريق لشاطئ الانتصار. هذه أسئلة مطروحة تواجهنا جميعا. هل نكون أوفياء للشهداء بالتودد إلى الطاغية الحاكم أو محاباته أو محاولة إقناعه بالتصالح والتفاوض والجلوس معه على طاولة الحوار؟ أو هل هذا الاختبار ننجح فيه حينما نعتبر قوات الاحتلال التي دخلت إلى البحرين يعني أمرا واقعا؟ هل يكون النجاح بالسكوت على من هدم المساجد والقبول به؟ هل يكون الاختبار والنجاح في هذا الاختبار هو الانكفاء والانزواء والتواري عن الأنظار والسكوت والصمت، أم يكون في المجابهة والمقارعة؟ ثم السؤال ماذا، السؤال الثاني، ماذا نملك وما الذي علينا أن نفعله، وما هي الأدوات المتاحة بين أيدينا؟ من يستعظم الطغاة فلن يرى النصر، ومن يخشى أو لا يريد أن يقدم التضحيات فسوف يبقى في الذل، ولن يهرب أو يخرج من دائرة المذلة والاستكانة والاستضعاف. طيب، ما هي الأدوات؟ هل نتمسك بالمقاومة المدنية السلمية التي قرعت أسماعنا ونحن نسمعها طوال 6 سنوات، وهي نظرية جميلة ومرحب بها ولا خلاف عليها، لكن من يتحدث عن المنهج السلمي الذي ينظر له عليه أن يتصدى ليفعل هذا المنهج السلمي؟ الرموز الذين وضعوا للسلمية كغاندي ومارتن لوثر ينقل عنهم كلام سلمية أو لا عنف الشجعان. البرنامج السلمي في المقاومة المدنية هو التصدي والمقارعة، ليس القبول بإملاءات النظام. ليس بمعنى حين يقول لك النظام عليك أن لا تخرج مظاهرة، نحن لا نسمح لك بالخروج بالمظاهرة، فتجلس في بيتك ولا تخرج. وليس إذا هددك النظام وقال ممنوع عليك أن تغرد فلا تغرد. المقاومة المدنية السلمية التي يدعى لها، الذين يدعون لها، يجب أن يفعلوها، وإلا لا يتحدثون عن هذا المنهج ويجملوه ويروجوه ويحاربوا المناهج الأخرى وهم يرفعون هذه الراية ثم لا يلتزمون بها. نحن لسنا ضدها، نحن لا نواجهها، ولكن نقول لمن ينظر إلى لهذا المنهج يجب عليه أن يلتزم بهذا المنهج أو يفعله أو يتصدى فيه. العمل الحقوقي بلغ ذروته في البحرين، والعمل السياسي صدت أبوابه، والعمل الإعلامي انتشر في الإعلام، تحدث عن البحر، الإعلام العالمي ووكالات أنباء العالم في 6 سنوات نقلت الكثير عن البحرين، وصدرت ليس المئات وإنما الآلاف من البيانات والتقارير التي نددت بجرائم النظام. ولكن هل حدث شيء؟ لا، لم يحدث شيء. اصطدمت كل الأمور بالسياسة وبالمصالح الاستراتيجية التي تحدث عنها الأستاذ أبو محمد قبل قليل. طبعا هذا يعني يدفعنا إلى شيء آخر، ربما يفكر البعض بتفكير غاضب، وهذا من حق الشعب أن يغضب الناس،
أن يغضبوا من حقنا أن نغضب. هدمت مساجدنا وعشرات منهم سويت بالتراب، انتهكت أعراض العفيفات في داخل البحرين، سيق العلماء إلى السجون وتم تعذيبهم وتعريتهم والاعتداء عليهم جنسيا، وارتكبت فيهم كل الموبقات وكل المحرمات. اعتقل الأطفال وقتلوا الناس على الهوية في داخل البحرين. وجاءتنا من كل أصقاع العالم جيوش متعددة الجنسيات في داخل هذه الجزيرة الصغيرة. أليس من حق الناس أن يغضبوا؟ أليس من حقهم أن يتصدوا؟ أليس من حقهم أن يواجهوا؟ بلى، هذا حقهم الإنساني الديني الفطري العقلائي القانوني، وسمه ما شئت، من حق الناس. وليس من حق أحد أن يلوم من يغضب ويعبر عن غضبته في داخل البحرين، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. هؤلاء الملامين، لسنا نحن المستضعفون المظلومون المقتولون ظلما وعدوانا أن نلام حينما نفكر أن نغضب. حينما يقتل من شبابنا يجب علينا أن نضبط أعصابنا، يجب علينا أن لا نغضب، يجب علينا أن نلتزم بالمنهج الحضاري الذي يروجون له. الشعوب لم تنتصر إلا بغضبة، لم تنتصر إلا بوثبة، لم تنتصر إلا بمقارعة، لم تنتصر إلا بمجابهة، لم تنتصر إلا حينما كسرت القوانين وحينما أسقطت هيبة الطغاة. هذه الشعوب المنتصرة. أما الشعوب التي يوضع لها إطار في كيفية التحرك ويتم فلسفة طريقة حركتها ورفعها للشعارات، فهي شعوب لن ترى النور ولن ترى الانتصار. وبالتالي شعبنا إلى المجد يسمو ويذهب ويتحرك ويجري حثيثا في هذا المسار بغضبة، بوثبة، بثورة، بتصدي، بردع، بمقاومة. هذا الطريق الذي فيه سيحترم شعبنا ويفرض هيبته وينال عزته ويسترد كرامته. والطغاة، أختم بهذا، الطغاة الذين استقدموا الإماراتيين لقتلنا، وجاءوا بالسعوديين لهدم مساجدنا، ورحبوا بالقواعد العسكرية ليحظوا من خلالها بالغطاء السياسي والعسكري، لن تأتي لهم بنصر، وإنما ستنقلب عليهم حسرة ووبالا وخيبة، وستتفكك هذه الأحلام. تحية للسواعد البحرانية السمراء التي شمرت في ميادين البحرين. بكم أيها الشباب الثوار نرفع رؤوسنا عاليا، ونرى النصر على سواعدكم القوية، كما سبقكم فيها الأبطال كعباس السميع وسامم شيمع وعلى السنجيس. طريقهم كان طريق الميادين، وفي طريقهم مفتاح الانتصار. السلام على الشهيد سامم شيمع، السلام على الشهيد الأستاذ عباس السميع، السلام على الشهيد علي السنجيس. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، والله فوزا عظيما، وسيعلم حمد وآل سعود أي منقلب ينقلبون. الحمد لله رب العالمين.